في إطار استطلاع آراء المواطنين حول خدمات الباص السريع، أبدى العديد من الركاب إعجابهم بالخدمات المقدمة، واستحوذت البطاقات المقدمة من أمانة عمان لكبار السن على اهتمامهم بشكل خاص. والله كتير ممتازة، كويسة، بالعكس منيحة. يعني باص تبع الصويرح وتبع المنطقة الغربية كويسة منيحة، يعني خدماته منيحة وعلى الوقت. منحتها لكل مواطن عمره فوق 65، يعني تقديرا لكبار السن، وهي مبادرة طيبة جدا حقيقة. الباص السريع نعمة من نعم الله، والله أحسن مشروع عمل لغاية الآن. أنا باستمرار بستخدمه، سيارتي بطلت أنزل فيها. أول شيء أسرع، بوصل للمكان اللي بدي إياه بسرعة، بحكلش هم السيارة وين أصفها. واثنين، السواقة صارت صعبة هالأيام، خاصة للي متعود على السواقة المضبوطة، فبفضل أطلع بالباص السريع. كثير كثير حل أزمة، كثير حل أزمة الطلاب. بكرة لما يفتتحوا الخط السريع بين الزرقاء وبين عمان راح تصير نقلة نوعية، يعني إشي حضاري. أنت بتشوف باصات زي هيك في العواصم العالمية، ما كنا نشوفها بعمان. الآن أنت بتشوف باصات حلوة حديثة، والركاب تعلموا عن النظام، بصفوا على الدور. حتى لما يطلعوا الباص نظيف، السلوكيات السابقة اللي كانت في الباصات العامة، يمزعوا الكراسي والهاي أو يطلع بدخن، فبتحس إنه خلق انضباط، خلق يعني حتى انضباط بالمواعيد. أنا صرت أعطي موعد أتأكد إني راح أصله، سيارتي ما بصل. والله سيارتي هجرتها، صار لها سنة كاملة متروكة بمحلها، ما بنزل فيها إلا لما أروح لمعان أو على العقبة أو لمشاوير طويلة. داخل عمان الباص السريع، بعمل كونكشن، بنزل من أي مكان لأي مكان. هو حقيقة كمان خلاني أمارس الرياضة، يعني بمشي من بيتي بحدود تقريبا 800 متر لما أوصل لهون، والرجعة 800، فأنا كسبت كمان رياضة. المواطنون أشادوا بمدى راحة وسهولة الوصول التي يوفرها الباص السريع، وأكد البعض أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام براحة ومنفعة المواطنين، مما يعزز الشعور بالانتماء والتضامن في المجتمع. حسب ما أنت بدك، يعني أنا أعتبر بور 55 للغربية 55، نفس الشيء. بعدين في بطاقة، بتعبي بطاقة كويس كتير، تشحنها وبعد ما بدك بوصلوك. هذه بطاقة بتقدم طلب بعد 60 لأمانة عمان، بعطوك بطاقة معفية بالتنقل في باصات أمانة عمان، وهذا شيء من أجمل ما يكون في من أمانة عمان. كتقاطع طارق وكخدمة مواصلات كثير تحسنت بعمان. بروح على مدرستي من هون أحيانا، مثلا إذا بكون متأخر على الباص أو شيء عادي بروح وبستعمله، وصلني للدار، وصلني للمدرسة، وصلني. هسا بفتح هو تقريبا على 7، يعني بوفر مصاري بالعربي يعني، وبمشي على البطاقات، يعني ما كانش معك بطاقة سريعة على الفيزا عادي، وشو بدك أحسن من هيك. وعبر آخرون عن رغبتهم في مزيد من التحسينات والتطويرات في خدمات الباص السريع، مثل زيادة التغطية الجغرافية وتحسين ترتيبات الوقوف والانتظار في المحطات. هلا بالنسبة لباص السريع التردد فهو ممتاز بصراحة، بس هي مشكلته الوحيدة إنه اكتظاظ الركاب الزائد، خاصة بأوقات الصباح، يعني عند الساعة 8-9، أو حتى لما يروحوا الطلاب عند الساعة 1 الظهر، 2 الظهر، يكون الباص كثير مكتظ. فهذا الإشي هو ممكن المشكلة الوحيدة بالباص السريع، أما كتردده وأوقاته فهو ممتاز جدا وحل كثير مشاكل. بس باصات المؤسسة هذيك بطل الحين حملنا، أقولوا غير تشتري بطاقة، صاروا مثل باص عمان غير عبطاقة. إنه بطل في أزمة كثير زي أول، تقريباً خفت يعني نسبة الباص السريع يعني. هاي بطاقتي، وهاي بطاقة معفاة، وهاي بطاقة لما بنزل معي واحد من أولادي، من بناتي، من أحفادي، بركبهم فيها مصاري، هلأ فيها 5 ليرات وأكثر. والمدير بالذات بالصلاة على النبي بجامل الناس وبلاطفهم وكل شيء بالصلاة على النبي. والله. وبهذه الطريقة تظهر ردود الفعل الإيجابية حول خدمات الباص السريع، وتبرز أهمية تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين في تحسين تجاربهم في التنقل العام. راشد المعايطة، الحقيقة الدولية.